بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع حل قطعة جديدة من قطع الثانوية العامة، فلنبدأ. Necessity is the mother of invention، الحاجة أم الاختراع. طبعا necessity هي ضرورة، ولكن ده مثل بنترجمه بهذه الطريقة. الـ is a famous common proverb، هو مثل شائع مشهور. which means، والذي يعني. that our needs always motivate our minds، بأن دائما احتياجاتنا بتحفز عقولنا. to create new things، لإنشاء أشياء جديدة. in order to manage well، لكي ندير بطريقة حسنة. with a world full of speed it changes، في عالم مليء بالتغيرات السريعة. Man's needs have often directed him to discover the natural resources around him، حاجات الإنسان غالبا ما وجهته لأن يكتشف الموارد الطبيعية من حوله. And to make with his own hands the things he wants، وأن يجعل بيدي أو يصنع بيدي الأشياء التي يحتاجها. Thus، هكذا. He made tools to cultivate the land، هكذا هو صنع أدوات لزراعة الأرض. And get its crops، ويحصل على محاصيلها. Those tools played an important part in establishing civilization، هذه الأدوات لعبت دورا هاما في تأسيس الحضارة. Food، الطعام. Clothing، الملبس. And shelter، والمأوى. Are still considered to be man's basic needs، ما زالت تعتبر الاحتياجات الأساسية للإنسان. The progress of technology، تقدم التكنولوجيا. Has enabled man to satisfy all these needs، قد مكنت الإنسان من أن يشبع كل هذه الاحتياجات. It has helped him to take wide steps، فقد ساعدته في أن يأخذ خطوات واسعة. In developing agriculture، في تطوير الزراعة. Industry، الصناعة. And public services، والخدمات العامة. Thus، هكذا. We are now enjoying the blessing of modern civilization، الآن نحن نستمتع بنعم الحضارة المعاصرة. When civilization developed and man lived in organized societies، عندما الحضارة تطورت والإنسان عاش في مجتمعات متطورة. He found himself in need of more than his necessities، وجد نفسه في احتياج لأكثر من احتياجاته أو ضرورياته. Education is next to food، التعليم هو التالي للطعام أو يتبع الطعام. In importance، من حيث الأهمية. Because it's the only way to acquire experience، لأنه الطريقة الوحيدة لاكتساب الخبرة. And the qualifications، والمؤهلات. necessary to earn a living، الضرورية لاكتساب المعيشة. Education it changed our style of living، التعليم غير نمط حياتنا. And led to higher thinking levels، وأدى إلى مستويات تفكير أعلى. He invaded space، فهو اخترع أو غزا الفضاء. يبقى invade يغزو، فهو غزا الفضاء. He invented the computer، واخترع الكمبيوتر. No wonder that، فلا عجب أن. man has great abilities، الإنسان لديه قدرات عظيمة. which will enable him to create more inventions in the future، والتي سوف تمكنه من أن ينشئ اختراعات أكثر في المستقبل. نشوف الأسئلة وإجابتها مع بعض. أول سؤال. According to the passage، طبقا للقطعة. Education is of great importance because، التعليم ذو أهمية عظيمة لأن. فنعتبر الإجابة it gives us experience، يبقى يعطينا الخبرة. 18. Man needed more than his necessities when he، الإنسان احتاج أكثر من ضرورياته عندما. فنعتبر be، he lived in organized societies، يبقى عندما عاش في مجتمعات منظمة. 19. According to the passage، طبقا للقطعة. The need for collecting the crops led man to، الحاجة لجمع المحاصيل أدت بالإنسان إلى.
بتاعنا تبقى الإجابة ب invent agricultural tools، يبقى يخترع أدوات زراعية. 20 in the last paragraph، الباراجراف الأخير، invading the space and inventing the computer، غزو الفضاء واختراع الكمبيوتر، is an evidence that، دليل أن. فنعتبر الإجابة ب man has extraordinary abilities، الإنسان له قدرات غير عادية. 21 the main idea of the passage is، الفكرة الرئيسية للقطعة هنا فنعتبر letter B conditions create inventions، يبقى الظروف بتنشئ اختراعات. رقم 22 man invented the computer because، الإنسان اخترع الكمبيوتر لأنه. نعتبر الإجابة ب education led to this، يبقى الإنسان اخترع الكمبيوتر لأن التعليم أدى إلى هذا. 23 which sentence is not mentioned in the passage، أي من الجمل التالية لم يذكر في القطعة. فنعتبر الإجابة letter C man made wars which destroyed the planet، الإنسان صنع حروبا والتي دمرت كوكب الأرض. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.